كلمتين. محمود عادل بدنجكي عاشق حلب. سعيت لدخول كتاب جينيس الأرقام القياسية بصنع أول قالب جاتو في العالم على شكل سيارة يكفي لأكثر من 8000 شخص. المناسبات اللي عملناها أنا في إلي قصة أو ذكرى حزينة باستشهاد والدي في سنة 80 الله يرحمه. فتوجهنا لمحافظ حلب ذاك الوقت أحمد منصور اسمه، وقلنا له هي مطالبنا نحن كمثقفين من حلب. الاختراع قلت لك الأهم هو نظارة لعدم نوم السائقين، تنبيه السائقين إذا غمض عينه أجزاء من الثانية شوي صعب. لما تأقلمنا سياسي اليوم أكل ما هو هي استفتاحية الموسم الثاني إن شاء الله.